عايز ان هو ينقل المباراه او المباراه تلعب في، او كان هناك اتصال ما بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، وهناك رغبه من مجلس اداره النادي الاهلي ان تلعب هذه المباراه في القاهره. حتى هذه اللحظه لم يتم تحديد مكان المباراه، كل الكلام اللي بيثار على ان المباراه هتلعب، على فكره ممكن جدا تلعب في ملعب السويس، ممكن جدا تلعب في ملعب برج العرب، محدش عارف لسه، ممكن تلعب في ملعب المقاولون العرب، محدش عارف لسه ايه اللي هيحصل خلال الكام يوم اللي جايين. انت لسه عندك وقتك، لسه تقدر تبعت للاتحاد الافريقي اذا وافقت الجهات الامنيه هنا في مصر ان المباراه تتلعب في المقاولين العرب، كل شيء جايز، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. لكن المباراه لعبت في المقاولين، المباراه لعبت في برج العرب، المباراه لعبت في استاد السويس، هي مباراه هامه جدا، هي مباراه تحتاج الى مليون، لان لو كان الاستاد يسع مليون انا متاكد ان المليون هيروحوا الاستاد ويبقوا موجودين في الاستاد. لكن السعه الامنيه مثلا 10,000 15,000 20,000 في اي استاد بقى من الثلاثه اللي انا بقول لحضراتكم عليها دي، انا متاكد ان السعه الامنيه بالكامل او السعه اللي يتم الاتفاق عليها مع الامن هتبقى كلها موجوده في مباراه النادي الاهلي القادمه امام سان داونز، يعني اللي هي مباراه الاياب. فخلينا نستنى نشوف الايام القادمه ماذا سيحدث، هل ستقام المباراه في ملعب المقاولون العرب اذا وافقت الجهات الامنيه هنا في القاهره؟ وده النادي الاهلي بيعمل كده تيسيرا على جمهور النادي الاهلي، لان الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا عليهم في برج العرب خلال الفترات اللي فاتت. ولكن ما عندناش اي مشكله، او هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام اللي جايه علشان نتاكد تماما ان المباراه هتتلعب في انهي استاد، في المقاولين العرب او الجبل الاخضر ولا برج العرب ولا استاد الجيش في السويس. ده برضو موضوع مهم جدا كنت عايز اتكلم فيه مع حضراتكم.